السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحياتي ليكم يا جماعة اتحاد كل متابعينا والناس اللي منورانا على قنواتنا على اليوتيوب. أحلى مسا عليكم كلكم. طبعًا النهاردة يا جماعة هنتكلم عن كلبة، الكلبة دي طبعًا جت عندنا المزرعة هنا وهي مهيبرة بطريقة رهيبة جدًا. عن كلبة طبعًا أصحابها يمكن يكونوا كانوا قلقانين وخايفين يا ترى هتوصل لإيه؟ يا ترى هتنفع ولا مش هتنفع والحاجات دي كلها. الحمد لله بيلا طبعًا وصلت معانا لمرحلة جميلة جدًا، بيلا من محافظة القاهرة. تمام، بيلا كانت مشكلتها ان هي تمسك الزرع اللي في الارض تقطعه. تمام، انت هتقطعي الزرع وتكسفيني ولا ايه؟ تمسك الزرع اللي في الارض تقطعه، تشد شجر، تشد اي حاجه محطوطه، تحفر كتير كلام من ده، ما هيبره استحاله ان هي تمشي والكلام ده كله. تعالوا نشوفوا بيلا كده بعد التغيير اللي هي وصلت له. طبعا اكيد مش هيحس تغييرها ده غير صحابها. تعالوا نشوفوها دلوقتي ايه نظام. بيلا عادي، قم اقعد ست ست ياض هل ياض داون داون كوب ستي دا ياض. طبعا الحمد لله وصلت لكميه ادب واحترام جميله جدا، يعني دلوقتي الكلبه من غير ليش ولا مربوطه ولا اي حاجه وهاديه خالص، وكمان واضح ان الكلبه ما فيش اي حد ولا قلقانه من اي حاجه، بتتحرك بطريقه طبيعيه خالص. بلا قم قم جاد 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 قم ها يلا يلا جاد 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 بلا ها قم جاد قم ست ست جاد ستي دا جاد ستي طبعا دي فيلا يا جماعه بتاعت المشاكل اللي كانت كل شويه مشاكل وتحفر في الارض وتقطع في الشجر والكلام ده كله. واضح جدا ان الكلبه الحمد لله وصلت لمرحله هدوء تامه. تمام، ومفيش اي مشكله معاها. يقعد بلا ايه هم يلا تعال يقعد 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 بلا تحياتي لكم جميعا وتحياتي لكل الناس المشاركه معانا. اكيد شفتوا بيلا اللي كانت مهيبره اول ما جت. تحياتي للجميع، ما تنسوش لايك وشير وتفعلوا الجرس، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.